السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بإذن الله غادي نتقاسم معكم ميني بطبوط تيجي رائع وبواحد الحشوة بمكونات منزلية. سابق يعني درتها معكم قبل ما نبدأ الفيديو. فضلا منكم وليس أمرا ما تنسوش دائما تدعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. البنات ندوزو المقادير. بالنسبة للمقادير البنات كي تشوفوا عادي، عندي زلافة ديال الفورص رطب، عندي زلافة ديال الفينو. يعني بالنسبة للطحين تبقى دائما اختياري، اللي بغى يدير الفينو كتر من الفورص، اللي بغى يدير الفورص كتر من الفينو، او الطحين الكامل، دائما الاختيار تبقى ديالكم. انا درت زلافة زلافة، غادي ندير معلقة ديال السكر سنيدة، ندير شويه ديال الملحه، ودائما الملحه حسب الذوق. هنا عندي شويه ديال الزعتر مطحون، غير من درت السكر سنيده راهو يعني قاصو. بثلاثه درنا الملحه والسكر سنيده وشويه ديال الزعتر. عندي هنايا الخميره، ندير لها شويه ديال الماء. كي شفتو ذوبت الخميره، دائما البنات راه حنا تنخدمو يدينا ضروري. نعجن العجينه عادي مثل الخبز، وفي الاخير عاد ندخل لها الزبده. بالنسبه للبنات الماء شويه دافي باش يساعدنا على الخميره، ولكن دابا الجو اللي ما الجو راه شويه سخون، يعني واخا ما تسخنوش الماء ماشي مشكل، لكن في الايام ديال البرد من الاحسن الواحد يسخن شويه ديال الماء. بالنسبه للعجين حسب بالنسبه للماء حسب الخليط، والعجين خاصها تكون مدلوكه مزيان. كيف شفتو البنات، من بعد ما جمعت العجين ديالي دابا ممكن ندير الزبده وندلكها بالزبده. واللي ما بغاش يدير الزبده في التالي ممكن يدير واحد جوج معالق ديال الزيت في الاول، الدور ديال الزيت اولا الزبده باش ترطب لنا لاباط، تخليها لنا رطبه. تندلكو الخبز عادي بالزبده. البنات من بعد ما تدخل الزبده كامله، يعني بالنسبه دخول الزبده كي شفتوها كامله دخلتها دلكتها مزيان. بالنسبه للعجينه تي خصها تكون مقاصحه مجاريه كي تشوفوا. دابا غادي نقطعها، غادي سمحوا لي غادي نغطيها ونخليها ترتاح. في نفس الوقت شويه يضعف الحجم ديالها، غير شويه غير شويه باش تساعدني على من كنت نطلقها، هي شويه نخليها يضعف الحجم ديالها شويه وترتاح في نفس الوقت. تشوفوا البنات من بعد ما خليتها ارتاحت وضعفت الحجم ديالها، انا نهويها نخرج من هذيك النفس ونقطعها كويرات مساويه. كي شفتوا البنات تنطلقها بالدلك عادي، تي خصها تكون شويه رقيقه، يعني انتم تشوفوها رقيقه وتطبعوها يعني الطابع يكون اختياري ديالكم كما بغيتو، والاحجام كذلك اختياريه. هادشي اللي تيبان كحيحل راه هو الزعتر، كيقول لكم طحون، هما هاد الحبه اللي تيبانو كحل تنديرو منديل تنخليهم يخمروا. غير هما بالنسبه للخميره ما تيخمروش بزاف البنات، راهي شويه تيخمروا وتنطيبوهم. بالنسبه لهاد الدبري تنجمعو بهذا الشكل وتنولي نغطو السلوفان على ما يرتاح، تنولي نطلقو عاوتاني بالثلاجة. بعد البنات ما خمروا شويه، كي قلت لكم تنخليهمش يخمروا بزاف، تنديرهم مباشره على المقله. المقله تتبقى اختياريه، انا دائما تنبغي نطيبهم في هاد المقالي هادو. كي
كي تشد راسها شويه في الطيب تنقلبوها البنات. البنات كي تشوفوا من بعد ما كملت الطياب ديال الخبيزات هما كلهم خاويين من الداخل، كلهم خاويين من الداخل البنات. يعني الطريقه كي تيطيبوا انا تنقطعهم بهذا الشكل هانتوما. كلهم خاويين البنات، و هذيك الزبده اللي تنديروا لهم تعطيهم اللذه و تيبقاو فتين. بالنسبه للبنات الحشوه اللي انا دايره حشوه عاديه مع واحد لاصوص، نعم داكم الحشوه هي الاولى. عندي هنا البنات الفرماج اللي كنت درت المنزلي قطعته بهذا الشكل و كنت درته في المجمد و جبدته دابا، يعني دائما تنعمر به الحشوات. عندي هنايا الخس، هذا الخس انا الصدفه انني شريته صفر، هو دائما تيكون خضر، دابا هذا صفر. هذا الكورنيشو قطعته قطع صغيره، الذره معلبه الميس. عندي الطون كيف بينت لكم ديك النبرين درته في حاطه هنيت في القناه، الطون معلب دائما يعني تيكون عندي في الدار تنوجدو، كي شفتو راني حاطه في القناه. تديرو على حساب اللي بغيتو، الطرف اللي بغيتو البنات، تيجي غزال البنات. بالنسبه للطون ديال الدار والله تيجي رائع، دائما هاد الحشوات تتحتاج تديروا القياس اللي تبغيوه البنات. الحشوه تكون دائما البنات اختياريه، كي قلت لكم الفرماج، الطون، الخس، الكورنيشو، الذره معلبه. بالنسبه للصوص البنات كي تشوفوا عندي هنايا الياغوس طبيعي بالطبع انه مسوس. عندي هنايا معلقه ديال لا كريم فريش، وعندي لاصوص حاره يعني صلصه حاره. الطريقه ديال التحضير سهله، تندير معلقه ديال لا كريم فريش وتندير كاس ديال الياغوس طبيعي، وتندير معلقه ديال صلصه حاره اختياريه البنات. الا بغيتو ديروا الكيتشوب البنات ديروه. بالنسبه للبنات ما درت لا ملحه لا حتى شي حاجه بالنسبه لهنايا، لحقاش عندي طون فيه الملحه، الفرماج فيه الملحه، الخبز فيه الملحه، الكورنيشو مالح، اذا الملحه حذفتها. نخلط العناصر كلها بهذا لاصوص اللي وجدت. البنات اللي ما عندهاش معلقه ولا جوج معلقات ديال
القشدة الطرية ديال الطياب ممكن تحس يعني تخلي غير الياغورت عادي صافي، ممكن حتى هو تيجي مزيان. تنخلط العناصر كالعادة مزيان وتنعمروا بها الخبيزات ديالنا. البنات كي تشوفوا يعني من بعد ما حركت لافارس ديالي، دابا غادي نعمر الخبيزات. وبالنسبه الى بغيتو ديروا شي اضافات ممكن، راه دائما تنقول لكم حشوه تتسمى حشوه مركبه، تبقى اختيار ديالكم. البنات من بعد ما كملت التعمار ديال ميني بطوط ديالها، ها النتيجه اللي حصلت عليها. نتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال اعجابكم، وبحكم الحشوه اللي درت لها المكونات ديالها كامله يعني منزليه تجي غزاله غزاله بزاف، صدقوني بانها رائعه. ها انتم البنات تجي غزاله. وتال بالنسبه للخبز يعني البطوط ديالنا الصغير جا غزال يعني بالطريقه باش خدمتو، تيجي دائما رائع. نتمنى ان شاء الله باذن الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم، بحكم ان تبارك الله كل شيء راه تيعرف يصوبها، غير بغيت نتقاسمها معكم. ونتلاقاو ان شاء الله في حصه واحده اخرى او في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. خليك في دارك تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.